لو الحكاية فيها إن فيتو الحديث إن ربما لأول مرة يتم اتفاق هذا بين وزارتي الأوقاف والري. يمكن للدقائق القليلة التي جلسناها مع معالي الوزير تفتحت آفاق أوسع ربما تكون مش عامدة مشتركة بين وزارة الري وهيئة الأوقاف المصرية. فنحن جميعا نعمل بروح الفريق، لا أحد يظن، فيعني مصر باقية وكلنا زائرون، ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة وطننا ورفعة شأنه وعلوه وازدهاره. وأشكركم جميعا، ومرة أخرى أشكر حسام بيه على هذه الإضافة وعلى هذه اللفتة، وأسأل الله أن يعينه على إضاءة الملفات الصعبة.